ودلوقتي تعال نشوف مع بعض تقرير عن الشخصية أدبية اللي اخترناها لحضراتكم النهاردة. انتوا عارفين ان احنا دايما بنحب نسلط الضوء على شخصية أدبية قدرت ان هي تأثر فينا وتأثر في وجداننا وتسيب بصمة مهمة في عالم الكتابة. الحقيقة انه النهاردة شخصيتنا هو الكاتب العالمي جابرييل خوسيه ماركيز، وهو طبعا كاتب وروائي وصحفي كولومبي، وقدم أعمال للقراء كتيرة جدا، يمكن أقرب للواقعية السحرية، فاز بجائزة نوبل للأداب عام 1982، من أهم مؤلفاته 100 عام من العزلة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الكاتب العالمي جابرييل خوسيه ماركيز ونرجع لحضراتكم على طول. أحبك لا لذاتك بل لما أنا عليه عندما أكون بقربك. جملة رومانسية للكاتب والروائي جابرييل ماركيز من بين عشرات الجمل التي صاغها بالحكمة والمحبة ليصبح واحداً من أهم الأدباء في العالم. ماركيز الذي يعد نجيب محفوظ أمريكا اللاتينية هو في ذات الوقت صاحب رواية 100 عام من العزلة، والتي تعد أهم الروايات على مستوى العالم. حققت الرواية مبيعات بلغت 20 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وحاز عنها عام 1982 جائزة نوبل للأدب. ولد ماركيز في 6 مارس عام 1927 في كولومبيا. نشأ في بيت العائلة مع أجداده، يستمع منهم إلى الحكايات الشيقة والتي أثرت في كتاباته. درس الحقوق وعمل صحفياً بجانب الكتابة، واتسمت أعماله بالواقعية حيث مزج بين السرد التقليدي والخيال. من أهم رواياته الحب في زمن الكوليرا، والتي استقطبت جماهير عالمية، ورواية ورقة العاصفة وفي ساعة الشر. رحل غارسيا ماركيز عن عالمنا في 17 إبريل عام 2014، تاركاً وراءه تاريخاً أدبياً عظيماً أصبح جزءاً هاماً من التراث الإنساني.